السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي الكريمات، مرحبا بكم في قناة متخضاري. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم وضم تحضيرات رمضان بريوات أو خنينطين، سهلين جدا في التحضير وكما غادي تلاحظوا معايا جد اقتصاديا بالبطاطس والطن، يعني مكونات متوفرة في كل بيت. إلا عجبتكم الوصفة ما تنساوش أنكم تابونوا فلاشين باش توصلوا بجديد الوصفات، كذلك ما تنساوش أنكم تدعموني باللايك ديالكم وتبارطاجيو الفيديو مع العائلة والأصدقاء ديالكم، فعلى بركة الله غادي نحتاجوا في المكونات. عندي هنايا كيلو ديال البطاطس ما يعادل واحد 4 ديال الحبات كبارين، عندي هنايا بصله صغيره، حبه ديال الفليفله خضراء، حبه ديال الفليفله حمراء، شويه ديال المعدنوس. هاد المكونات هادو غادي نشحرهم بوحدهم. عندي هنايا معدنوس مقطع هكا يعني دوائر صغيره، عندي الجبن، وعندي جوج علب ديال الطون. بالنسبه للتوابل فغادي نحتاجو الملح، فلفل اسود، فلفل احمر، وقليل من الكمون، وزيت الزيتون. فعلى بركه الله غادي نوضع زيت الزيتون، وغادي نضيف لهاد المكونات هادو التوابل وغادي نردهم يتشحروا. وبالنسبه للبطاطس ايضا غادي نضيف لها الملحه وغادي نردها تسلق. نرد هادشي يتشحر ونرد البطاطس تسلق ونعاود نتلاقى. هنا من بعد ما تسلقات لي البطاطس او من بعد ما تسلقات لي بطاطا، ضفت معها واحد جوج ديال القطع ديال الجبن المثلث، شويه ديال المعدنوس، شويه ديال زيت الزيتون، شويه ديال الملحه، شويه ديال الكمون، وغادي نخلط كل شيء جيدا، يعني غادي تمعكو داك البطاطس جيدا، من الاحسن انها تكون سخونه باش تساعدكم. من بعد ما خلطتها مزيان غادي نزيد عليها داك الحشوه اللي تشحرات، داك البصله والفليفله اللي تشحروا، وغادي نزيد معاهم الزيتون الخضر مقطع قطع صغيره، وغادي نزيد معاهم شويه ديال الفرماج الاحمر، وغادي نزيد الطون اللي غادي نسته من الزيت. يعني انا هنا درت جوج ديال العلب، ممكن انكم ديروا الطون على حسب الاختيار ديالكم، على حسب الذوق ديالكم، وعلى حسب الكميه اللي عندكم ديال البطاطا. صافي دابا غادي نخلط هاد المكونات هادو كاملين، زدت معاهم واحد شويه ديال الهريسه او الحراره باش كيجيكم حريره، يعني كتجيكم داك الحشوه محرره شويه، الحراره عطاتها نكهه زوينه. غادي نخلط كل شيء، والحشوه ديالي وجدتها وخليتها على جنب. هنايا خديت الورقه وذوبت واحد شويه ديال الزبده، هنايا غادي نحتاجو ايضا الفرماج الاحمر محكوك. غادي ندهن الورقه ديالي، الورقه قسمتها على جوج، دائما الورقه اللي غادي تبقى لكم ديروها في ميكا، وغادي ندهنوا الورقه بالزبده، وغادي نديرو كميه ديال داك الحشوه او ديال داك التعميره في الوسط، وغادي نطويو البريوه ديالنا على هذا الشكل هذا. يعني انا هنايا راني خليت لكم الفيديو متقل واحد شويه باش الناس يعني المبتدئات اللي ما كيعرفوش يطويو البريوات تجيهم طريقه سهله. انا وضعت الحشوه، وضعت ايضا فوق واحد شويه ديال الجبن او ديال الفرماج، وطويتهم بهذا الشكل هذا.
يعني ما استعملت لا بيض لا والو، فقط كتخشيو هذاك الشويه اللي كيشد لكم، كتخشيوه في داك الجيب اللي كيتبقى، وكتجيكم البريوه هكا، كيجيو صراحه بنانين مقرمشين. جربوهم، ما غاديش تستغناو عليهم، اقتصاديين بزاف، يعني ما كاين شي واحد ما عندوش في الدار بطاطا، يعني ساهلين ساهلين بزاف. فغادي نستمر بنفس الطريقه، تنسالي الكميه ديال البريوات، وغادي ندوزو باش نحضرو القنينطين. يعني صوبت انا نص بريوات ونص قنينطين، بالنسبه للقنانط فالنصف ديال الورقه كتقسموها عاود على جوج، يعني ورقه كتقسموها على اربعه صافي. وكان كنفرقهم، كنوضع ايضا داكشي اللي تبقى لي ديال الورقه في بلاستيكه، كندهن الورقه اللي غادي نخدم بها بالزبده، يعني بنفس الطريقه. كنوضع يعني كنوضع فوق الحشوه وشويه ديال الفرماج الاحمر محكوك، وكنطويو. يعني ضروري ان داك الجناب يجيو متساويين مع الطول ديال داك الورقه، باش يجيكم داك القرنط ديالكم يعني متساوي في الطويه. يعني مهم نخلي الفيديو يشرح راسو. كما كتلاحظوا معايا راني بيدي كنقول لكم انه كيخصو يجي متساوي. مهم نتمنى ان الفيديو يكون واضح. بنفس الطريقه تاع القنانط غادي نكملهم بنفس الطريقه، تنسالي الكميه اللي عندي كامله. من بعد ما ساليت الكميه كامله، هنايا غادي بالنسبه للتخزين ديالهم، انا غادي نجيب بلاستيكه، البلاستيك الخاص بالمجمد، غادي نوضع فيه الكميه اللي غادي تقدني يعني انا وافراد العائله ديالي في النهار اللي غادي نجبد. ممكن انكم ديروهم في طاسه وتفرقوهم بالسلوفان، يعني الخيار كيبقى لكم. كنوضع الكميه، نسيت ما قلت لكمش انكم تكتبوا التاريخ ديال النهار فاش صوبتيو، يعني باش ما تخليوهمش بزاف مده طويله في المجمد. انا هنايا فاش كنسالي كنبدا نكتب التاريخ ديال النهار اللي صوبت، وصافي كنتخويوهم من الهواء وكتشدوهم باحكام. ونتمنى انكم تجربوهم، فعلا نتمنى انكم تجربوهم، وتقول لي في لي كومونتير كيفاش جاوكم. الى عجبتكم الوصفه ما تنساوش انكم تابوناو في لاشين باش توصلوا بجديد الوصفات، كذلك ما تنساوش انكم تدعموني بلي لايك ديالكم وتبارطاجيو الفيديو مع العائله والاصدقاء ديالكم. نهايه الوصفه، دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.